احنا بدأنا الجدل يا أسامة قبل ما ندخل في الفقرة. أكيد أرحب فيك أسامة لأنك مهم أنك تشاركني في هذه الفقرة، وهذا هو جدل الصباح وإلى قصة قانونية اجتماعية مهمة خصوصا في مصر. محكمة الأسرة بالقاهرة أصدرت حكما نادرا بطلاق امرأة من زوجها الذي تزوجها عرفيا ثم اختفى لفترة طويلة دون عودة أو إبلاغ. المحكمة اعتبرت في هذه الحالة أن الهجر شكل أذى نفسيا ومعنويا يستوجب الطلاق، وتعتبر هذه خطوة غير مألوفة في مصر لأنه يتم عادة التعامل مع الزواج العرفي على أنه غير موثق رسميا. فهل يشكل هذا الحكم تغييرا كبيرا في الواقع القانوني؟ من القاهرة تنضم إلينا المحامية بالنقد وعضو لجنة المرأة العربية باتحاد المحامين العرب الأستاذة أشجان البخاري. يسعد صباحك أستاذة أشجان. وهذه القضية اليوم ظهرت تحت عنوان حكم نادر. أنا أتحدث هنا، لماذا هو نادر؟ هل لأنه هو زواج عرفي غير موثق، أم لأنه الآن أصبح الزواج العرفي الموثق أو حتى غير الموثق، أنا لا أعلم إذا كان هذا موثق أو لا، يعترف به ويؤخذ به في المحاكم في مصر؟ صباح الخير الأول. صباح الخير. أنا بعتبر أن هذا الحكم مش نادر، هو قليل الحدوث، وذلك لأن المرأة دائما ما ترفض أو تخشى أن تبيح أنها متزوجة في السر أو متزوجة عرفيا، خشية حدوث مشاكل مع أولادها أو مع أهلها أو مع أخواتها، أو نظرة المجتمع للزواج العرفي طبقا لما يحدث من بعض آراء المتدينين أو رجال الدين المتشددين بأنهم بيرفضوا. لكن الزواج العرفي أصلا، الزواج العرفي مباح طبعا شرعا، إذا توفرت شروطه صحيحة طبقا لشرع الله، وهي الإجابة، القبول، الشهود، المهر أو الصداق، ولي الأمر للمرأة البكر، كل هذه الشروط إذا توفرت الزواج العرفي مباح ومحلل شرعا. طيب استاذ اسجان، بس هذه ليست الحال في أن هذا الحكم العرفيه، يعني احنا بنشوف في زواجات عرفيه اللي هي بتكون ورقتين ما بين المتزوج الرجل والمراه، لا يوجد فيها شهود، لا يوجد فيها محامي، لا يوجد فيها توثيق، هل هذا يعتبر ايضا زواج عرفي معترف به؟ بصي يا فندم، الزواج العرفي الذي يفقد شرط من شروطه هو ليس زواجا وانما زنا، لان الشرع حدد شروط الزواج العرفي. الشهود العدول، يعني ما يجيش واحد مجنون، واحد له سوابق، واحد له مش عارفة ايه يشهد على العقد، لازم شهود عدول. المرأة البكر لازم يكون ولي الأمر هو اللي يزوجها، حتى لو عرفيا ولي الأمر هو الذي يزوجها المرأة البكر، أن يكون هناك مهر، أن يكون هناك إجابة وقبول، وألا يكون هناك مانع من موانع الزواج. طيب والإشهار يا أستاذة أشجان، لأنه يعني الكثيرين يعتبرون بأنه ما أنا قلت يا فندم، ما أنا قلت الإشهار بشهادة شهود عدول. طيب لا، الإشهار لمن يهمه الأمر من قبل أهل الزوجة ومن قبل أهل الزوج كذلك، يعني لا 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 لا، لازم يكون يعني هما اللي بيتجوزوا عرفي بيبقى في عندهم حاجات يخشوا انهم يبيحوا الزواج العرفي. واحده بتاخد معاش مثلا بتاع والدها، بتاع والدتها، في مشكله لو اتجوزت مثلا، فبيبقى يعني الاقربين المقربين بس. طيب يعني هي تزوجت، بيعرفوا هي تزوجت لكنها يعني لا تخشى مثلا الاشهار بزواجها عشان تحصل على معاش او تحصل على معاش لزوجها اذا كان متوفي. يا فندم، لا بيحصل يا فندم كتير، بيحصل حالات كتير بنشوفها جدا. ده قانونا سليم متزوجه رسميا. بص، هو القانون ما اباحش ده، لكن هو عرفيا بيحصل. طيب خلينا نتكلم، في حاجه القانون وضع بيه بي 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 بيقننها، وفي حاجه العرف هو اللي بيقننها. فالعرف الاجتماعي عندنا بيقنن ده وبيبيح ده، لكن القانون ما بيبيحوش.
نعم. طب أنا صراحة يعني تلخبط شوية أستاذة أسجان، لأنه أنت ذكرتي هناك اشتراطات أساسية يجب أن تتوفر في الزواج العرفي، وهي كبيرة إلى حد ما يعني تمام. شبيهة بالزواج الطبيعي العادي، يعني جميع ولي الأمر للبكر، الشهود، الإشهار وغيره. طيب إحنا شاهدنا قضايا لمشاهير لم يكن بينهم على قدر نعم نعم الإشهار على قدر يعني على قدر الأقارب الإخوة ممتاز. يعني المقربين جدا طيب. ولكنه يفترق العرف عن الرسمي أنه غير موثق عند مأذون ولكن طيب. موثق عند محامي. كذلك الزوجة وكذلك الزوجة ليس لها المطالبة بأي حق من حقوقها إلا إذا تم رفع دعوى إثبات علاقة زوجية أمام المحكمة، وبعد ما تحكم لها المحكمة بهذا الحكم تطالب بأي حقوق طيب. لها. ورقة الزواج دي مين اللي بيكتبها اللي يا أستاذة أشجان؟ مين اللي بيكتب ورقة الزواج دي؟ هل هو محامي مختص؟ بص يا فندم أي المحامي طبعا هو المفروض عشان تأمن نفسها المحامي اللي يكتب لها عقد الزواج العرفي، لكن في ناس بتكتبها بينه وبين بعض، ودي ظاهرة سيئة جدا، إن الناس كده يعني مش متعلمين، ناس شوية طلبة بتحصل الحاجات دي، وعشان كده بينتج عنها نتائج سيئة جدا. يعني مثلا لو حصل تمزيق للورقة، البنت دي ما بتعرفش تتصرف إزاي، ما هو العقد مش مثبت فيه الحق كاملا. على فكرة الزواج العرفي من حقها تثبت فيه حتى مؤخر الصداق، من حقها تثبت كل حاجة فيه، من حقها تثبت انها تشتغل، من حقها تثبت انها تسافر، من حقها تثبت انها تعمل كل حاجة. نعم. لكن هم جاهلين بكيفية كتابة العقد. أي التزامات قانونية أو مادية في هذه الورقة يا أستاذة أجان هو معترف بها أمام المحكمة؟ يعني أموال مؤخر ما إلى ذلك، كل هذه الأمور لو مثبتة في الورقة دي هي معترف بها؟ بصي يا فندم، خلينا نقول إن هي معترف بها بشرط. ما هو الشرط؟ أن تكون أقامت الزوجة دعوى إثبات علاقة زوجية وحكمت لها المحكمة بهذا الحكم. إن لم تحكم المحكمة لها بهذا الحكم ليس لها حقوق أمام القانون إلا حق واحد طبقا للمادة 17 من قانون الأسرة، وهو إيه؟ انها ترفع دعوى تطليق نفسها من الزوج مثلا اللي مزق الورقه او هرب منها او دي الحاله الوحيده اللي اداها الشرع والقانون طبقا للماده 17 من قانون الاسره الحق في تطليق نفسها. طيب. فقط اما تطليق او خلع. طب انا سؤالي استاذه اشجان، ذكرتي موضوع الطلبه او البنات واللي مع اللي بيكتبوا اوراق بين بعضهم، هذه الاوراق ليس فيها لا شهود وليس فيها اب ولا ولي امر ولا فيها توثيق، طيب هل هذا الزواج يعتبر في أم لا بهذه الطريقة؟ باطلة، ويعتبر باطلة يا فندم، وتعتبر زنا، وقال هذا الأزهر وأفتى بهذا الأزهر، وهناك فتاوى كثير قالت الكلام ده. إلا إذا للأسف حصل نتاج هذا الزواج طفل، فبيضطر إن المحكمة عشان هذا الولد لا يترك للشارع، إن المحكمة بتطلب تحليل دي إن إيه، وإذا ثبت لهذا نسبة هذا الولد للزوج المستهتر أو الولد الشاب الصغير ده، فإنه بينسب إليه، وبالتالي إذا مات يرثه ويأخذ اسمه ويحصل على اسمه، بس في الأول لازم تثبت العلاقة الزوجية اللي بينهم بكافة طرق الإثبات، وهنا حاجات كتير جدا ممكن تثبت، يعني عشان ما يفتكرش نفسه ممكن يعمل العملة ويهرب، لا في أسانيد كتير ممكن تثبتها، المراسلات على الواتساب، على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، نزلوا فندق مثلا أدي فواتير، في تحويلات بنكية مثلا حولها لها، ممكن جدا تثبت بها العلاقة الزوجية القائمة، صورة العقد قبل ما يقطعوا أو يسرقوا أو إذا ما بيحصل، صورة العقد عليها تقويض، ممكن تكون شهادة الشهود، شهادة الجيران، عقد إيجار مثلا شقة كانوا مأجرينها وقاعدين فيها، كل دي حاجات بتثبت العلاقة الزوجية مع هذا الزوج الذي تنصل من مسؤولياته وتخيل إنه هو يومين وهيقضيهم وهيمشي. لا، الزواج العرفي أصبح النهاردة والحمد لله، بس يا رب الناس تعرف ويا رب الناس تقرأ وتسمع، إنه هو إذا تجرأت الزوجة ولم تخشى
أن تقول أنني متزوجة في السر أو متزوجة عرفيا بتأخذ حقها كاملا مكملا إذا أثبتت هذه العلاقة الزوجية. طيب أشكرك جدا أستاذة شجان البخاري، طبعا المحامية بالنقد وعضو لجنة المرأة العربية باتحاد المحامين العرب. شكرا لك. شكرا لك أسامة. شكرا يا ريم. شكرا.